دكتور دلوقتي خلاص المريض قرر ان هو هيبدأ رحلة العلاج، هل الرحلة دي بتبقى طويلة ولا الموضوع ولا حسب؟ يعني دلوقتي هو لو لازم، لو زي ما اتفقنا ان هو يهيئ نفسه او الاسنان فيها مشكلة فتتهيأ الاول وبعد كده نبدأ الرحلة، طب لو هو مهيئ وهو ما عندوش مشكله عامه في اسنانه فنبدا الرحله، هل الرحله تبقى طويله عشان نعمل مثلا الفينيرز؟ يعني طبعا بيختلف من حاله لحاله، من حاله لحاله. بالظبط. لكن هو يعني، لكن احنا دلوقتي مع التقدم ومع الامكانيات ومع متخصصين واكتر من غرفه بيشتغلوا في نفس الوقت، فبنقدر ان احنا يعني نخلص المواضيع دي كلها في ايام قليله. يعني انا شخصيا بحب ان انا يكون معايا وقت بحيث حتى ان انا اعمل له الموكاب وهو يجربه ويشوف شكله لو في اي ملحوظه حاجات زي كده، ان احنا عشان النتيجه النهائيه تكون بيرفكت يعني. لكن ما اخبيش على حضرتك ان احنا بيجينا ناس كتير جدا من بره مصر. طب هو بيكون هو هيقعد مصر يومين بس وهيمشي. فاحنا بالفعل بنقدر ان احنا بنعمل السكان الاسنان دي ونعمل له ديزاين، بنصمم له الابتسامه بتاعته. تمام. وممكن كمان احنا بنعمل له التحضير وبيستلم كمان الايماكس كاد دلوقتي عندنا في المركز، بدل ان هو يستلمها هو في خلال نفس اليوم. يعني الموضوع ما بقاش للدرجه دي من السرعه يعني. بس هو طبعا هو بنوري له الشكل بتاعه الموك اب والحاجات دي كلها، هو بيكون هو يعني عجبه جدا وممتاز وكل الحاجات دي كلها، فبنقدر احنا نشتغل معاه بشكل فوري. تمام. ونحضر الاسنان بشكل فوري وتسلمه في نفس اليوم او تاني يوم او كده.